اهلا يا حبايبي واخواتكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل الهريسة الاسكندراني. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. كوب ونص لبن، ومعانا كمان كوب ونص سكر، كوب ونص الا معلقه سمنه. معلقه سمنه، النص كوبايه اللي معلقه سمنه دي هناخدها بعدين نركنها كده هنستعملها. هناخد مع بعض برده معلقتين عسل جوز، كيس فانيليا. هندوقهم على النار عشان يسيحوا شوية. هنحضر بقى مع بعض كيلو البسبوسة، وعليه نص كوباية السمن اللي هي ايه خبيناها. نقلبها مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. نحط برضو 4 معالق دقيق، هنحط معلقة الا ربع بيكنج باودر، ذرة ملح، ونص كوباية سمن اللي احنا قلنا عليه، كوباية جوز هند، ونقلب المقادير دي كلها مع بعض. هنضيف بقى اللي هو السمن والسكر اللي سخناه على النار مع الخليط. هنقلب كيلو السمين مع المكونات اللي احنا شفناها من شويه، اللي هي السمن والسكر وعسل الجلوكوز اللي احنا دوبناه على النار. دفيناه بس تدفئة يعني. هنعمل بس الهريسه، يعني نعمل بس، مش بسبوسه هي هريسه، هنعمل بس يعني ما نحطهاش قوي علشان حبيبات ما تدوبش معانا عشان تبقى مرمله. حطيت نص الكميه كده، هقوم ايه فارداها في السمنه بالشكل ده. نرص بقى الحشو بتاع نص كوبايه مكسرات مشكله، نص ايه يعني الكوزات اللي بتحبوها مع بعض. انا ما كترتش، قللت، ما بحبش مكسرات كتير. الطريقه دي اللي احنا شايفينها هنقوم ايه نفتول كده النص التاني بتاع السمين الخليط يعني، ونوزعه بالشكل ده. هنضغط عليها ضغطة خفيفة كده عشان ايه نبتدي نوزع بالتساوي. ونرص بعد كده شوية مكسرات من فوق حسب ما احنا عايزين. برضو نقعد نخبط في السمنة الخضرا والجامدة عشان نوزع برضو لو كان فيها علو شوية او حاجة نازلة كده. وبنقسم بعد كده التقسيم على حسب ما انتوا بتقسموها، نقسم كام قطعة بسكينة بقطاع، يعني تقريبا من التقسيم انا بعملها كبيرة بصراحة. هنكون محضرين عشان 3 كيلو سكر، 3 كوبايات سكر، و3 كوبايات مية، نص ليمونة. الشربات هيكون عندي سخن، والبسبوسة برضه هتطلع سخن. هحط 2 معلقة جلوكوز مع الشربات عشان يبقى تقيل شوية. شربات الهريسة يبقى أتقل من البسبوسة شوية. انا قطعتها وهي لسه يعني في نفس اليوم، عايزه اوريكم ازاي هي هشه كده. شايفين طعمها جميل بصراحه كده. انا هو طعم يعني غير الشكل خالص. شيء
شايفين شكلها يعني شكلها مرمل ازاي يعني فوق وتحت مستوي اكيد بتساعدني جدا منكم لايكات والتعليقات الحلوه.